كابتن خالد بيبو، يعني مبارك لك النهارده فوز مهم جدا خارج ملعبنا بالرغم من الظروف اللي كانت محيطه بينا وحسم التاهل لدور ربع النهائي. الحمد لله، طبعا المكسب كان كويس، رحله كانت طويله وكان فيها صعوبات كتير، الحمد لله يعني بنختم السفريه بمكسب كويس، دي حاجه كويسه عندنا. طبعا طريق العوده نتمنى ان شاء الله ان يبقى الدنيا ماشيه بشكل كويس ونوصل بالسلامه، ده اهم حاجه. ومبروك للعيبه النهارده، عملنا جيم كويس، واهم حاجه في الاوقات دي في الظروف دي ان انت تطلع بالثلاث نقاط. يعني ليك دور كبير جدا مع الجهاز الفني في تجهيز اللعيبه من الناحيه النفسيه، في ان ازاي يبقوا مستعدين وتركيزهم كله في الماتش بعيدا عن الجوانب الاداريه اللي انت كنت متوليها مع مسؤولي النادي. طبعا انت شغلنا ان احنا ان انت تجهز اللعيبه تبقى مرتاحه على قد ما تقدر، تحاول توفر لهم كل الامكانيات اللي تقدر تساعدهم، بس انت برضه بتتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي دي مرت بصعوبات كتيره وبتقدر ازاي ان هي تتغلب على الحاجات دي. طبعا هم يعني بيبقى الامور بالنسبه لهم طبعا بيقدروا في اي وقت ان هم يغيروا ويخش ينزل الملعب، ما بيبقاش في عنده مشاكل، بينسى كل التعب لان هو دايما بيفكر في جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عايزك على طول بتكسب، عايزك على طول نمره واحد، فهو تفكير لعيبه النادي الاهلي كلهم نفس التفكير، مجرد ان هو نزل المباراه نسي كل حاجه. طبعا اكيد يعني بيبقى في صعوبات في الاول على ما تخش في الجيم وممكن يبقى تخسر بعض الوقت، انما في الاخر بتقدر ان انت تحقق الهدف من المباراه اللي هو انها تكسب الجيم. يعني حققنا النهارده العديد من المكاسب، يمكن من ضمنها مشاركه لعيبه زي كريم لطفي زي وسام ابو علي، شايف ازاي اللي هو الحاجات المكاسب اللي احنا حققناها بشكل عام النهارده بجانب الثلاث نقط؟ ده طبعا اي لعيب بيخش، طبعا وسام اول مباراه بالنسبه له رسميه، حاجه كويسه، لعيب كويس وعنده امكانيات كبيره، قابله سوء حظ في البدايه ان هو اتصاب، رجع تاني دخل على طول الجيم، يعني ان شاء الله مع ضيع فرصه كانت سهله قوي ان هو كان ممكن يجيب جون، بس هو اتحرك كويس وعملها بشكل كويس. ندفي طبعا لعيب كويس وواحد من كباتن الفريق، ان شاء الله ربنا يكرمه في الفتره الجايه ويمشي بشكل كويس. اخيرا جماهير النادي الاهلي وراه في كل مكان، اي ملعب بنكون موجودين فيه بتكون جماهير النادي الاهلي، وهم دلوقتي يمكن بيندهوا لك وعايزين جمهور النادي الاهلي ده احنا يعني هو نمره واحد عندنا، واحنا بنشتغل عشان جمهور النادي الاهلي، سواء مسؤول سواء لاعب اي حاجه تنتمي للنادي الاهلي، ويجيلك الفرصه ان انت بتمثل النادي الاهلي في اي مكان، انت لازم تعمل كل تقدر عليه، لان جمهور النادي يستحق اكتر من اللي احنا بناخده، يعني احنا بناخد منهم حاجات كتير قوي، المفروض ان احنا نديهم حاجات اكتر من بكتير يعني، ف يعني جمهور النادي الاهلي يستحق حاجات كتير يعني بصراحه. شكرا شكرا ربنا يخليك.